ونتحدث على الواقع وليس في ما تسمى بالفانتازيات وفي الخيال. أنا أعتقد إذا كان قداسة البابا يستطيع أن يخلص المسيحيين والغير المسلمين مما يعانوه من عدم المساواة مع المسلمين من خلال القوانين ومن خلال الدستور، أنا أقول إنها فعلا لحقا زيارة تاريخية يجب أن نعتد بها. أما إذا كانت مجرد بروتوكول وزيارة روتينية ويكون الحب من طرف واحد إذا جاز التعبير، والطرف الآخر لا ينسجم أو لا يتعاطى مع هذا الحب، يعني أستاذ جوزيف خليني أستغرب من طرحك هذا مع كل هذا الترحيب الكبير من جميع العراقيين على كل المستويات وهذه التغطية الإعلامية الكبيرة والترحيب بمثل هذه الزيارة، ما أعرف حضرتك ليش ما ماخذها من الجانب الإيجابي مع كل هذا الحب وكل هذا الاستقبال الكبير؟ لأنه أنا قلت لك أنا لا أهتم ولا أعير أهمية للشوء الإعلامي، أنا أعير أهمية لحياة المواطنين العراقيين الواقعية. اليوم المسيحيين يعانون من الاضطهاد ويعانون من لا مساواة من خلال الدستور ومن خلال القوانين. فعن أي يعني عن أي مباركة نحن نتحدث؟ أنا شو أسوي بالاستقبال الإعلامي وإلى آخره، وبعدين البابا يرجع لمقره والمعاناة سوف تستمر مع المسيحيين بذات النسخ وبذات المشاكل الكبيرة. طيب خليني أسأل دكتور خالد.